حلقة كوميدي بوكس النهاردة عن كوميديان الكوميديانات ومضحك المضحكين وحيد سيف. هو العيال هنا علاقة دراشاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا ده. انا دكتور. جمعنا لكم اشهر ادوار وحيد سيف وطرحناها للتصويت على صفحتنا على فيسبوك، وتم اختيار 10 ادوار ورتبناهم من المركز العاشر للمركز الاول، وكانت دي نتيجة التصويت. المركز العاشر شخصية حنفي الميكانيكي حبيب خيرية أحمد في فيلم إخواته البنات. سبحان من خلى البحر واحد والسمك ألوان. الله يا سلام على كلامك الحلو. والحب هو هو في كل زمان ومكان. شيل إيدك. إيه ده؟ كركر تعالي. هو إحنا بنسرق؟ ده أنا غرضي شريف. تعالي. انت واخدني على فين؟ كلمتين وبس. المركز التاسع شخصية كابتن جلال مدرب ألز فريق كورة في فيلم 4-2-4. انا اعرف ولاد اخر لعب وحرفنة، طول عمرهم غاويين لكن مفيش بخت. هم دول اللي ينفعهم واي حاجة ترضيهم، يقفل لك الدوري بشلن. انا في عرضك وانا تحت امرك، بس انا ليه عندك طلب يا كابتن مصطفى؟ قول يا جلال. كابتن حلواني نفسه ابقى مدرب. ايوه بس الموضه دلوقتي لازم مدربين يكونوا اجانب. الله، طب انا مش من هنا. ما انت منين؟ انا من كفر الشيشه مركز زفته. المركز الثامن شخصيه الدكتور جمعه في فيلم المتسول. ايه يا هموش؟ ايه يا سيد هموش؟ خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضو يا بهايم. ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا غيب زي ما انا عايز يا هموش. انا ما بغيبش كده انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. المركز السابع شخصية عسكر المحامي الكبير في فيلم محامي خلع. الأستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جملة عابرة وردت في صحيفة الدعوة مش عاجبة سعادته، ويظهر يا أولاد إنها غلطة مطبعية. المركز السادس شخصية شرابي وكيل الفنانين، الفيلم الأكثر جماهيرية خلي بالك من زوزو. شرابي وكيل الفنانين بتاع كله. أنا تحت أمرك يا ست نعيمة. أنا عندي عقود من جميع الأصناف في الداخل والخارج، في مصر واسكندرية، في اسكندرية ومصر، في النوادي الليلية والحفلات الخيرية، في مسارح المنوعات والكبرهات، وكلها زي بعضها وأحسن من بعضها كمان. بس بقى الركة على الشطارة زيك والمهارة عشان تبنوا العمارة. المركز الخامس شخصية علي لوز ضابط إيقاع في مسلسل المال والبنون. العيش. إيه ده؟ إيه؟ يما؟ إيه؟ يابا في ايه؟ ايه ده بلدي؟ بتجيب لنا بلدي؟ ده انا الفين واتخلق عشاني. لا مؤاخذه علي بيه، اصل الصيام مدوخ الواحد قوي. لا يا حبيبي بقول لك ايه؟ أيوه. اصحى معايا وركز وفوق معايا. انت عارف وقلت لك 100 مره ثلاث حاجات محرمهم يدخلوا بيتي. البتاع ده البتاع ده اللي بياكلوا البيت كله وانا ما باكلهوش، المساوس ده. الفول. ايوه الفول والطعميه والعيش البلدي. المركز الرابع شخصية فرج صاحب اللوكندا في فيلم غريب في بيتي. بتاع يا سيد. ده جورنا. انا. انت ايه؟ الشحات ابو كف بتاع الزمالك. مين؟ كابتن ابو كف. اهلا. على مهلك تهده، ده مش بتاعنا. وده بسيوني. خد الكابتن على جناح اسماعيل باشا اتذكر. يلا وغير له كل المرايه خليها نظيفه. لا سيبه ده حايد نمرته. نكته. ايوه.
المركز الثالث شخصية مصطفى نجم أشهر عزومة في السينما المصرية في فيلم الحفيد. ولد نايبي أنا. من فين نايبان؟ ولد. اصبر على نفسك يا سعادة. أنا اللي شايل البطة دي من عند بتاع الفراخ لحد هنا. عادي يا ولد اقعد. إيه؟ إيه القلق ده؟ أنت هتقعد ساكت ولا تطلع برا تاكل لوحدك؟ عايز الصدر. المركز الثاني شقوب القنطاوي ساكن السطوح جار بكيزة وزغلول في فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول. يا سعادة البيت، يا سعادة البيت، لازم تعمل لهم محضر بلاغ كاذب وإزعاج سلطات. دول مخلين حياتي جحيم. انت اللي جيت بلغت، يعني المفروض اعمل لك انت تهمة البلاغ الكاذب. الله، يعني ايه؟ يعني انا هلبسها؟ انا مدير سابق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حمار، أنا مالي. المركز الأول شخصية عجوة في شارع محمد علي. أيوة. إيه أيوة يابا. قالك مكتوبة لك بيضلك في القفص، هتاخد البت والفلوس. يابا أنت نت النتانة. نتن الكلمة دي تقولها لي في البيت الساعة 5 واحنا بنشرب شاي، فاهم؟ برا البيت لا. فلوس ايه؟ انا عايز درة وبس. ما تبقاش اقرع ونزهي، هتاخد درة وهتاخد الفلوس وهتاخد الكرسي ده وانت ماشي ان شاء الله. وانا هخلع البجانورة دي اولع بيها شارع محمد علي كله. متهيألك. بس ياك ما تعكمش العكمة وتديني ظهرك. ده كلام برضو يا ابا. ما انا عارفك نتن زي امك. الله 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 الله. سرقتني يوم الصباحية، علقتني والله ما سرقت. مش ما انت لو صحيت بدري كنت سرقتها يا ابا. لو مش مقتنع بالترتيب تقدر تشارك في ترتيب مشاهد الحلقات اللي جاية من خلال مشاركتك وتصويتك على صفحتنا على فيسبوك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونشوفكم في تنافس جديد وحلقة جديدة من كوميدي بوكس. وفي الختام ده بينهي بقى، بيعمل فنالة العملية كلها. وفي الختام أنا بتاعكم وتحت أمركم.